مصر وإسرائيل وبينهما غزة، قصة معبرين رفح وكرم أبو سالم. ليه إسرائيل عايزة تغلق معبر رفح ويكون معبر كرم أبو سالم بديلاً له؟ هل صحيح إن العلاقات المصرية الإسرائيلية على المحك؟ هل صحيح إن إسرائيل بتصعد بتكرار ومصر تتمسك بحسب؟ حكومة نتنياهو عايزة تنقل موقع معبر رفح علشان يكون جنب معبر كرم أبو سالم، بما يعني إلغاء معبر رفح. ده لأنها بتدعي إن نتنياهو بيصحح خطأ شارون في 2005 علشان إسرائيل تسيطر على المعبر أمنياً. طب وده معناه إيه؟ طب وليه مصر بترفض وبتكرر الرفض وبتتبنى موقفاً صارماً؟ بل ده في كلام عن إن مصر هددت بتعليق معاهدة السلام إذا انتهكتها إسرائيل. طيب ليه؟ وليه الرئيس الأمريكي بيقول أنه أقنع الرئيس السيسي بفتح معبر رفح رغماً عن معارضة الرئيس السيسي لفتحه؟ الكلام ده أصلاً صح؟ وإيه دلالته؟ الأسئلة دي إجابتها مش سهلة، لأن في أشياء وأحداث وأفكار وأشخاص ليهم حسابات غير معلنة، حسابات مش باينة على مسرح الأحداث لأنها بتتفاعل في الكواليس، ومعظمها بيكون زي السم اللي في العسل. أنا معتز عبد الفتاح، وده برنامج سم في عسل. إيه وجهة نظر إسرائيل في مسألة غلق معبر رفح وفتح معبر كرم أبو سالم بس؟ إسرائيل هدفها زي ما هي بتقول أن تتمكن من إجراء تفتيش أمني وفرض رقابة صارمة على حركة المرور عبر المعبر اللي بتسيطر عليه حالياً حركة حماس بزعمها. وبهذا يكون نتنياهو بيصحح خطأ شارون، لأن إسرائيل لما انسحبت من تلك المنطقة اللي هي غزة يعني سنة 2005 بموجب خطة حطها ووافق عليها ساعتها الحكومة الإسرائيلية، ساعتها حطها أرييل شارون اللي كان رئيس الوزراء، غادرت القوات الإسرائيلية كل القطاع وفككت المستوطنات وسلمت المعبر إلى مصر، وساعتها حكومة فلسطين اللي هي في رام الله مش حماس. وساعتها وقعت إسرائيل مع مصر ما سمي باتفاق فيلادلفيا بوصفه ملحقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، إلا أنها منذ بداية عملياتها العسكرية الحالية في غزة ابتدت تستخدم لغة مختلفة. بتقول إسرائيل إحنا عايزين نعمل منطقة عازلة في القطاع بينها وبين مصر، طبعا بعد ما فشلت فكرتها الأولانية بتطفيش تهجير كل أهل غزة لسيناء. والآن بقى في حديث عن إغلاق الاتصال بين مصر وغزة، يعني ما يكونش في مدخل لغزة إلا من خلال إسرائيل، رغم عن وجود معابر ستة ما بين إسرائيل وغزة، خمسة منها مغلقة بصفة دائمة. علشان كده تعالوا نفهم قصة المعابر دي، معابر إلى غزة، في الخريطة التالية. طبعا القطاع المحتل من عام 1967 بينه وما بين العالم الخارجي ست معابر ما بينه وما بين إسرائيل، اللي هي معبر إرز، بيت حنون، وناحل، وقرني، وكسوفيم، وصوفة، وكرم أبو سالم. كل دول مغلقين بصفة دائمة ما عدا معبر كرم أبو سالم اللي بيفتح أحيانا كجزء من سياسة إسرائيل لحصار القطاع والحفاظ على أمنها، يعني إسرائيل بزعمها. بس مصر بتسيطر بالتنسيق مع آخرين على معبرين آخرين، واحد اسمه رفح وبوابة صلاح الدين، والحقيقة إن بوابة صلاح الدين هي جزء من المعبر أصلا، علشان كده أحياناً بنقول هما معبران أو معبر ومدخل. معبر رفح اللي ما بين مصر والقطاع مخصص للأفراد أصلاً، وبوابة صلاح الدين اللي جنبه مخصصة للبضائع والاحتياجات الإنسانية الأساسية، وهذان لا يخضعان رسمياً للسيطرة الإسرائيلية أصلاً، لكن فعلياً وعسكرياً إسرائيل تفعل كل ما تستطيع لغلق المعبرين
وخنق القطاع. اولا نعرف اكتر عن معبر رفح اللي اسرائيل عايزاه يغلق. ده بيقع في جنوب قطاع غزة في اقصى جنوبي محافظة رفح، يعني على الحدود المصرية الفلسطينية مباشرة، واللي تم الاعتراف بها بموجب معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سنة 1979. والمعبر ده بيعمل وفق اتفاقية المعابر بالشراكة مع الإدارتين الفلسطينية والمصرية، وتشرف عليه من الجانب الفلسطيني، نركز في دي، هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، يعني حكومة أبو مازن اللي في رام الله مش حماس. وده بيتم بالتنسيق والرقابة من الاتحاد الأوروبي. حماس بعد ما سيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر سنة 2007 بعد ما طردت السلطة الفلسطينية من غزة، رفضت مشاركة إسرائيل في تشغيل المعبر، وتوقفت الرقابة الأوروبية بسبب غياب قوات السلطة الفلسطينية بتاعت رام الله، ورفض الأوروبيون التعامل مع الموظفين المحسوبين على حماس، الأمر اللي أدى إلى إبقاء هذا المعبر مغلقاً معظم الوقت، لأن مصر كمان اعتبرت إن المعبر في ظل غياب السلطة الفلسطينية بتاعت رام الله والرقابة الأوروبية لا تتوفر فيه الشروط الواردة في الاتفاق، ومن ثم اعتبرت نفسها في حل من تشغيله بشكل طبيعي. وكلما حدث صراع أو اشتباك إسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية تصعد إسرائيل حصارها على غزة وتطالب بإغلاق هذه المعابر ومنه هذا المعبر تماما، وصولا إلى ضربه درب الجانب الفلسطيني منه مش المصري بالقذائف والتهديد بتدمير الشاحنات اللي تدخل منه. يعني مصر تخلي الشاحنات دي تعدي، أول ما تعدي وتوصل للجانب الفلسطيني يعني توصل لأرض غزة، إسرائيل تضربها. في تاني حاجة اللي هي بوابة صلاح الدين، ودي بتقع على بعد 4 كيلومترات من بوابة معبر رفح، واسمها صلاح الدين، هو مستمد من طريق صلاح الدين اللي هو الطريق الرئيسي اللي بيربط شمال قطاع غزة بجنوب قطاع غزة. واقعيا بيخضع المعبر لإدارة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس، لأن مفيش اتفاقية بتنظمه، لكن تتولى مصر كمان إدارة الجانب المصري منه. وإسرائيل ترى أنها ليست مسيطرة بالقدر الكافي لا على معبر رفح ولا على مدخل صلاح الدين، وتطالب بإغلاقهما تماما لصالح معبر واحد فقط هي بتسيطر عليه، اسمه كرم أبو سالم، أو زي بالعبرية ما بيسموه كرم شالوم. إيه بقى كرم شالوم ده أو معبر كرم أبو سالم؟ ده معبر تاني بيقع أقصى جنوب شرقي قطاع غزة، يعني على بعد 4 كيلو من الغرب من معبر رفح، في نقطة التقاء حدود مصر وقطاع غزة وإسرائيل. تسيطر إسرائيل على المعبر بالتنسيق مع مصر، ومع ذلك هو معبر صغير لأنه في أفضل أيامه ما تعديش منه إلا حوالي 400 شاحنة. إذن ما تريده إسرائيل هو إغلاق معبر رفح اللي نفترض أنه تحت سيطرة مصرية فلسطينية إسرائيلية اتحاد أوروبي إلى آخره، ونقل الحركة إلى المعبر الثاني اللي هو كرم أبو سالم اللي بتسيطر عليه إسرائيل بالكامل، قمة السم اللي في العسل، ومن الممكن طبعا أن تكون في إطار تنفيذ خطة طرد سكان غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، بأنها تقول لك والله هم اللي مشوا من هنا إحنا مش مسؤولين. علشان كده الرئيس رئيس الوزراء الفلسطيني رفض تماما فكرة إغلاق معبر رفح. مصر من ناحيتها رفضة كمان. ليه؟ لأن مصر بترفض ثلاث حاجات إسرائيل بتسعى إليها. واحد، مصر بترفض تهجير الفلسطينيين. اتنين، مصر بترفض خنق القطاع قطاع غزة اقتصاديا. ثلاثة، تحجيم، مصر بترفض تحجيم دورها في مساندة غزة والقضية الفلسطينية. القاهرة رفضت تماما نقل موقع معبر رفح ليكون قريبا من معبر كرب أبو سالم اللي عايزاه إسرائيل، ونفت وجود أي مباحثات بين مصر وأمريكا وإسرائيل لنقل هذا المعبر في منطقة رفح ما بين مصر وغزة.
وبطبيعة الحال بترى إنه معبر كرم أبو سالم لازم يفضل موجود، بس ما يكونش بديل عن معبر رفح. ولو صح إن الرئيس المصري كان رافضاً لإدخال مساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح زي ما الرئيس الأمريكي قال، فهذا كان في الغالب لرغبة مصر أن تقوم إسرائيل نفسها بتحمل مسؤولياتها عبر فتح المعابر الأخرى باعتباره وفقاً للقانون الدولي مسؤولية من مسؤوليات دولة الاحتلال اللي هي مسؤولة أمام العالم عن حياة البشر الواقعين تحت احتلالها. موقف مصر المعلن والصارم اتقال بأكتر من صيغة، وأعلنت القاهرة قريباً جداً من يومين بس إن احتلال محور فيلادلفيا وإغلاق معبر رفح هيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية. هذا خط أحمر كما تقول القاهرة، يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة. وشددت مصر على أنها قادرة على الدفاع عن مصالحها وسيادتها على أرضها وحدودها، وأنها لن ترهن حدودها وسيادتها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار. لو كنا نجحنا في أن احنا نجاوب تساؤلات حضراتكم، أرجوكم تابعونا على كافة منصات التواصل الرقمي. مع الشكر.